والله الله مرحبا وابو ابقنا مرحبا سيدير ميمون مرحبا يا دوي حلي يا مرحبا العرامي من وابقنا مرحبا والله الله مرحبا الله سيدي مرحبا والله الله مرحبا وابو ابقنا مرحبا سيدير ميمون مرحبا. فاكرين الفيلم بتاع محمد هنيدي في جاينا البيان التالي لما قال اصل حبيتش الموضوع قوي؟ هو واحد اللي حصل معانا، حبينا موضوع الكامبينج قوي، فبعد ما عملنا كامبينج في نويبع وكان قبليها تقريبا كان الفرافره، قررناها تاني في مكان جديد المره دي وكانت الفيوم، او زي ما بيقولوا عليها كده مصر الصغيره. ليه بقى بيقولوا عليها مصر الصغيره؟ لان تقريبا فيها كل معالم مصر الطبيعيه والسياحيه، يعني لو عايز صحراء وجبال تلاقي، عايز بحيرات تلاقي، عايز اثار برضه هتلاقي، مناطق زراعيه وكانك كده في الفلاحين برضه هتلاقي، يعني الفيوم مش حرمك من حاجه بصراحه. وفيها ميزه برضه انها قريبه، يعني من القاهره بالعربيه مثلا بتاع ساعه ونص، مش محتاج تضرب مشوار بقى لسينا ولا سيوة عشان تعمل كامبينج وتستجم. نيجي بقى للمكان الجميل اللي عملنا فيه كامبينج، اسمه تلال كامب. ده الكامب موجود في غرب الفيوم وبيطل على الماجيك ليك وعلى جبل المدورة، والكامب بيتميز ان انت ممكن تعمل كامبينج فوق في الخيام الثابتة او ان انت تنزل تعمل كامبينج تحت على البحيرة بالخيمة بتاعتك او بالخيام اللي بيوفرها الكامب زي ما هنشوف كمان شوية. خلينا ناخد راوند كده في المكان، بداية من الباركينج ومدخل الكامب. على الشمال هنا في الحمامات، حمامات عادية زي اللي عندنا في البيت عادي، وفي حمامات عربي برضو، ولكن عشان بيبقى دايما الناس عندها تخيل ان الكامب ده احنا هنعمل دايما حمام ورا الجبل، طبعا ورا الجبل ده بيحصل بطبيعة الحال ولكن مش هو الاساسي في الكامب هنا. بعدين هنا المطبخ، والمطبخ بيقدم 3 وجبات في اليوم ومشروبات، وهنا بيعملوا العشاء في البرميل الاقرب الى قلبي، برميل المندي، زي ما هيشرح لنا دلوقتي ازاي بنعمل العشاء في برميل المندي. برميل مندي بينزل في جديان، خرفان، بط، فراخ، حمام، رز، بطاطس، اي حاجه بتنزل فيه. طب وايه اللي يفرقه بقى عن الطبخ العادي او اللي على الحطب او على الفحم؟ اللي يفرق عنه اللي يفرق عنه ان ده بيبقى كل حاجه منها فيها ولا بخار زياده ولا بيبقى نار هاديه خالص. كل حاجه فيها مستويات واضحه. طب النار بتبقى تحت خالص؟ بولع النار حطب زي كده في البرميل لمده ساعه ونص، استفاد منه الفحم واخلي الفحم ما يقل بس مسعرك، بس يبقى فحم صافي. واسيبه مثلا 5 دقايق ولا حاجه بس البروده بتاع البرميل تهدى شويه، بقوم منزل. وتروح منزل بقى الاكل، احط الغطا، بعد ما انزل الشاي احط الغطا واردم عليه. اوكي. اسيبها ساعه ونص بالظبط وتمام. وبعدين تطلع بقى الاكل استوى. يبقى الاكل مستوى. انا بطلع شوف فيديوهات من واحنا بننزل وبنطلع. ماشي. وبنرص والكلام ده. اي حاجه انت عايزها تاكلها ابعتها لك. هذا خلاص زي الفل. هنا بقى الخيام الثابته. خلينا نصور من ظهرها كده عشان ما نجرحش بس حد. ودي الخيام اللي تقدر تخيم فيها لو انت حابب تكون قريب من خدمات الكامب، الحمام، المطبخ، او تكون برضو قريب من برميل المنت يعني. وفي ساحة الكامب في أماكن الاستراحات اللي بنقعد فيها نتغدى، نتعشى، نشرب الشاي، وجهات قاعدة هناك اهي بتشحن الموبايل، وفي كهرباء في الكامب عادي. بس طبعا الأمر ما يمنعش إن انتوا تعملوا حسابكم باور بانك أو سولار باور بانك عشان الطوارئ، وخاصة لو هتقضوا أغلب الوقت تحت على البحيرة. Me.
تعالوا ننزل تحت نشوف البحيرة وجبل المطور. طبعا المناظر الطبيعية مش بيبان جمالها في التصوير، المنظر تحفة، هدوء واستجمام بعيدا عن زحمة والدوشة بتاعت صخب الحياة في المدينة. وهنا هتفصلوا بجد، ممكن تعملوا حسابكم كمان في مايو تنزلوا المية، ممكن تركبوا فلوكة، ممكن تركبوا حصان، ممكن تعملوا كاياك. ده بقى المكان اللي كان موجود فيه الخيم على البحيرة واللي الخيمة بتاعتنا كانت موجودة فيه. تقدروا طبعا تعملوا ساند بوردنج على التل ده، ولكن صحتنا وبرستيجنا ما سمح لناش بده، فاخدناها من قصير وقعدنا نتفرج على الناس اللي بتتقلق على الرملة. طبعا مشهد الغروب والشروق الزامي الزامي، مش عايزين مشاكل عشان جهاز ما تزعق. النهارده اول عشاء لينا في الكامب. ايه راي حضرتك في المنيو النهارده؟ تحفه، مختلف عن اي قعده تعمل لها كامب. لا بس المره دي الرز كميته مش كتير زي المره اللي فاتت، يعني على قد عشان الدايت. على قد عشان الدايت بالظبط. معانا زائر بقى على العشاء، الكلب ده بس انا مش فاكر اسمه ايه للاسف، بس يحضرني موقف هنا ان انا اتكلم على الفرق ما بين الكلاب والقطط. بص يا اخي، الكلب واقف مؤدب مستني تحط له حاجه ياكلها، احنا بقى ربنا قطه شويه كده كنا بنشيلها من جوه الطبق اللي بناكل فيه. يلا الحمد لله. بعد العشاء بقى يجي ايه؟ يجي الشاي. الله ينور عليكم. الاسبريسو ده مزاج جمال يعني، مش القمر. وعلى فكرة اللي على الشمال ده كوكب المشترى. قاعدة بقى روقان كده مع الحطب والشاي والوجه الحسن. قررنا بقى نرجع الخيمة تاني علشان سيبنا القعدة الحلوة اللي هناك دي، بس مش بعيد، بس عشان الجو بقى برد شوية. بس انا الفيديو مش واضح قوي، بس ده بس على ضوء القمر. منظر تحفة، بس عمر ما الكاميرا هتجيب قد ايه المنظر جميل. ما ثقافة الكامبينج مش مشهورة قوي في مصر، ولكن يعني لما جينا هنا لقينا في عدد لا بأس به يعني من الخيم، مش بس ناس جاية تخيم يعني ان هي تيجي تقعد في الكامب وكده، لا ده في ناس جايبة الخيم بتاعتها علشان تيجي تقضي مثلا ان شاء الله حتى ليلة يعني. خاصة بقى الناس اللي من القاهرة اكتر، لان في يوم مثلا على سبيل المثال ما بينها وبين القاهرة حوالي ساعة وساعة ونص، على عكس اسكندرية واحنا كمان يعني ايه كسوليين شوية في المشاوير. لكن انما بالنسبة للقاهرة يعني الساعة ولا الساعة ونص دي ممكن ياخدهم الشخص وهو رايح الشغل مثلا، فمشوار مش بعيد خالص. على الساعة 12 كده هنحاول ننام ونظبط المنبه على الساعة 3 عشان يكون القمر غرب، نتفرج بقى على النجوم ونحاول نصورها. صباح الخير،
الساعة دلوقتي الساعة كام؟ 5:35. الساعة دلوقتي 5:35 بتوقيت الفيوم. بنحضر الشروق علشان ايه جهاد ما تزعقليش. المنظر طبعا يعني مهما الواحد يوصفه ما لهوش وصف الحقيقة. مش عايز اروح اسكندريه تاني. نعمله دعاتها. هنعمل ايه؟ نعمله في اسكندريه دعاتها. اه والله ضيع عمرنا والله. اه فعلا لما الواحد بيجي يعمل كامبين كده في حته زي ما كنا في نويبع والمره دي في الفيوم تحس فعلا ان احنا يعني احنا في اسكندريه او عيشه المدينه عامه بتضيع الوقت والعمر والصحة حقيقي. يعني هو المفروض لما جينا قالولنا ان احنا نلبس او نجيب معانا يعني جاكيت خفيف ولكن الجو برد الحقيقة. يعني احنا لابسين الجاكيت الخفيف والبنطلون الخفيف ونايمين جوه السليبين باكس. بنحضر بقى الشروق. كان نفسنا نبص عليه من بره بس الدنيا ساعة جدا. يعني هنطلع. نعم هنطلع. هنطلع ايه؟ في الساعة. في الساعة؟ اه شوف الشروق. اصورك دلوقتي اشوف شوف لسه شوية. رحب. كلاب تاني يا بطاطس. كلاب تاني. بس الكلب ده مسالم. روح لحالك يا ابني روح لحالك. سيبكوا بقى تستمتعوا مع منظر الشروق اللي بصراحة يعني من احلى مناظر الشروق اللي شفتها في حياتي. احنا طلعنا صحرا كتير وطلعنا جبال كتير ولكن مش عارف ليه المنظر هنا مختلف. وعشان الفيديو ما يطولش قوي هيكون في فيديو منفصل عن مشهد الشروق من الفيوم. احنا رايحين نفطر ونخش الحمام. المشكلة الوحيدة ان احنا قررنا ان احنا نعمل كامبينج تحت. يعني هو في زي التل ده الناحية التانية الكامب زي ما هنشوف كمان شوية. ولكن واحنا قررنا نعمل الكامب تحت هنا كده مع الخيام دي. فالمشكلة الاساسية ان انت الفطار والغداء والعشاء محتاج تطلع فوق. وبصراحة ساعات بينزلونا وجبات تحت هنا. بس الحمام ما فيش حل غير ان انت تطلع فوق. ف دي مشكلة. انت بختك ان انت عايش هنا. اوعى تروح تقعد مع الكلاب اللي في اسكندرية. اوعى هتتعب جامد. طبعا السوق هو مش التل مش كبير ولكن الفيديو مش مبين قد ايه الموضوع صعب. بس
اذا كانت بتحاول تطلعي. عاش برافو، المفروض انا اريح اقلع عن شبشب واحصلها بقى. اه يلا بينا استعنا على الشقة بالله. فودي قلنا نجيب معانا، كنا ناخد حصان مثلا وصلنا كده اوفر وكريم، بس حصان في وسط الرملة دي كمان تلاقي كتير صدف بحر، يعني ده معناه ان المنطقة زمان هنا كان فيها بحر زمان زمان قوي. يعني بص الارض هنا بقى عاملة ازاي، الزلط اللي هو بتاع البحر ده بيسموه الشاف، الشاف بتاع الصدف، في بواقي قواقع وحاجات كده. الحمد لله وصلنا الكامب. السكه بتاخد 10 دقايق من تحت تقريبا، فبقى نفطر بقى ايه، فول وعسل وجبنه قريش والطماطم. لو بتحبوا السفر والفسح يبقى لازم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه والفيديوهات اللي فاتت، وكمان تدخلوا على الانستجرام تشوفوا اخر اخبارنا وسفرياتنا. نشوفكم على خير في رحله جديده وريفيو جديد لاوتيل تاني مع اللوكاندو.